تبني عقلية النمو لتحقيق حلمي الشخصي. مرحبا، اليوم رح نتعمق بإمكانية وضع استراتيجيات تسمح لك أنه تحقق القيادة الذاتية، خصوصاً بمجالات النمو الذاتي من خلال التعلم المستمر وأيضاً من خلال الحياة المهنية. بالبداية رح نطرح بعض الأسئلة لتكون فرصة تقارب بين متابعي الموك من خلال مشاركة الخبرات بالتعليقات. ما هو أهم اختبار نجاح مررت فيه وجعلك فخورة؟ وهون المقصود من خلال مسيرتك الأكاديمية أو التخصص المهني أو أي خبرة نجاح ولو صغيرة خليتك تشعري بأنك تغلبتي على صعوبة معينة أو حققتي إنجاز صغير، ولو كنت من الأشخاص اللي ما تمكنوا من تحقيق طموحاتهم من ناحية التعلم أو الدراسة. برأيك شو هي العوامل المساعدة بتحقيق هالنجاح؟ ومين كانوا الأشخاص المساندين؟ السؤال الأساسي المطروح اليوم هو كيف ممكن للنساء ذوات الإعاقة أنه يحققوا القيادة والاستقلالية الذاتية استناداً إلى التعلم والنمو الدائم؟ وشو هي الاستراتيجيات المساعدة بهالإطار؟ بعالمنا المتأرجح والمتقلب صار العلم والتعلم الدائم أساسي للمحافظة على النمو، في حين أن التعلم بالمدارس والجامعات ما عاد كافي، نحن بحاجة لتبني مبدأ المتعلم الدائم، أي الشخص اللي بيتملك فضولية إيجابية وانفتاح على كل شيء جديد. أما بالنسبة للنساء ذوات الإعاقة، تصطدم ضرورة التعلم الدائم بتحديد إمكانية الوصول، إن كان على مستوى البيئة الهندسية أو من حيث غياب وسائل التعلم المكيفة والتكنولوجيا المساندة. وتظهر الدراسات أنه مقارنة مع رجال ذوي الإعاقة، صعوبة الوصول للتعلم هي مضاعفة بالنسبة لنساء ذوات الإعاقة. من هون ضرورة التكاتف والعمل على حق الوصول إلى التعلم بالتساوي. ولتحقيق هالاختراق المجتمعي، أنا وإنتي بحاجة أولاً لتحقيق اختراق بعقليتنا وطريقة تفكيرنا. رح نستند لمفهوم عقلية النمو لكارول دويك، عالمة النفس والباحثة من جامعة ستانفورد. بس قبل هالشي رح أقوم بطرح بعض المعتقدات لنشوف إذا كنتي بتوافق عليها. ذكاء الناس وطبعاً يولد معهم وما بإمكاننا تغيير أي شيء بهالمجال. السبب الأساسي وراء نجاح أشخاص مثل لاعب الباسكتبول مايكل جوردن أو العالم إنشتاين هو موهبتهم الطبيعية غالباً. الأولاد بيولدوا فنانون أو علماء. شو رأيك؟ الأمثلة الثلاثة اللي طرحت تنطلق من العقلية الثابتة متناقضة مع عقلية النمو واللي منطمح إلى تقديمها واستعمالها. شو هي العقلية الثابتة؟ هي اللي بتقول إنه الناس بيخلقوا مع قدرات معينة من الذكاء وميزات ومواهب ثابتة بترافقهم. منلاحظ وجود هالنمط من التفكير في المدارس غالباً، حيث يصار إلى مدح التلاميذ البارعين، وبحسب اختبار دويك هدول التلاميذ رح يصيروا خايفين من اختبار أمور جديدة مش مرتبطة بذكائهم تفادياً للفشل، لأنه ثقتهم بنفسهم مرتبطة بحكم الآخرين. أما عقلية النمو فبتدعمها مقاربة تربوية مبنية على التشجيع والاعتراف بالجهد كمصدر للنجاح. فاختبار دويك نفسه بيظهر أن الطلاب اللي تلقوا ردة فعل مثل رائع، حققت نجاح، عندهم قدرة أكبر على التقدم من مجموعة التلاميذ اللي تم مدحهم أو تصنيفهم. الغاية هون أنه نهدف للتقدم وليس للكمال. فهي المجموعات اللي بتعمل حسب عقلية النمو أظهرت قابلية وقدرة أكبر على تقبل الفشل كفرصة للتعلم وإعادة النظر. فالنجاح يكمن بتطبيق المعادلة التالية: المواظبة والتمرس زائد الطريقة المناسبة بيساوي النمو. للتلخيص، بالملحق عندك جدول مقارنة بين العقليتين. من الملفت للنظر إنه العقلية الثابتة دعمتها اعتقادات كانت سائدة قبل التسعينات، كانت بتقول إنه بعد بلوغ سن الرشد عقل الإنسان بيتوقف عن التطور. بس بسنة 1998 كشفت دراسات بمجال علم الأعصاب عن ميزتين أساسيتين لجهازنا العصبي. الأولى تكوين الخلايا العصبية، حيث أظهرت الدراسات اللي بتستند على تكنولوجيا تصوير الدماغ إنه دماغنا عنده قدرة لتطوير ونمو خلايا دماغية جديدة عند الاستعمال المتكرر لقسم معين من الدماغ. مثلاً تبين إنه قسم الدماغ المتعلق بالذاكرة المكانية متطور عند سائقي التاكسي بلندن أكثر من سائقي الباص، لأنه سائقي الباص بيتبعوا مسارات محددة، بينما سائقي التاكسي بحاجة إنه يفتشوا ويلاقوا طرق جديدة ومختلفة. المرونة العصبية، وهي قدرة الدماغ البشري
على تطوير شبكات عصبية جديدة بطرق مختلفة. ومن الملفت أنه بتساعد الدماغ لإعادة تكوين أقسام متضررة جراء إصابة ما. والمذهل بأمر تكوين الخلايا العصبية وبالمرونة العصبية أنه 2 ممكن يصيروا بعد سن الرشد، أي أنه الدماغ عنده القدرة على التطور الدائم. طمني، عقلية النمو ما بنكتسبها مرة واحدة وللأبد. بالواقع أنه كل واحد منا بمجالات مختلفة بالحياة ممكن يكون عنده بدرجات متفاوتة شيء من العقلية الثابتة وشيء من عقلية النمو. الخبر السار هو أنه بمجرد تكون على علم بعقلية النمو، هذا الشيء بيجعلك قادر على امتلاك وسيلة فعالة لتبديل المواقف والانتقال من موقف أنا مثل ما أنا لا أستطيع تغيير نفسي إلى موقف أنا لم أحقق بعد النجاح أو التغيير اللي بطمح له. فالموقف الأول ممكن أنه يقارن بصورة إنسان بيشوف نفسه وحياته وكأنه لوحة مرسومة الحدود والإطار ما في يظهر منها. أما الإنسان الذي بيغذي عقلية النمو هو واعي لتحدياته الداخلية والخارجية، ولكنه بيعتبر الصعوبات مثل محطات على طريق النجاح والتغيير، وكأنه حياته قصة ديناميكية بيبتدع فيها المحطات، وحيث أنه الفشل هو محطة مرحلية بقصة النجاح يلي عم بيرسمها خطوة ورا خطوة. فهل تبني عقلية النمو بيسمح لصديقتنا سارة أنه تطور شخصية منفتحة أكثر على الآخرين؟ هل سيساعد دينا على التعبير بإصرار أكثر ومنطلق حقوقه عن حاجتها للوصول؟ بتقول دينا أنه ما كان دائما الشخص المنفتح والاجتماعي، بعمر مراهقة كان عنده صعوبة بالانخراط بالمجتمع، بالوقت نفسه كان تكره الشعور أنه هي على الهامش، وعند تأزم الأمر واستياء حالتها النفسية قررت أنه تعالج الخجل، فبدأت بخطة التخلص من الخجل. طبقت استراتيجية القيام بخطوات صغيرة انطلاقا من النقطة اللي هي فيها حاليا. فكانت أول خطواتها أنه تأخذ المبادرة بإلقاء التحية على الناس لما تنوجد بمناسبات اجتماعية. أخذ المبادرة من قبلها ساعد الناس كمان على تخطي حاجز خوفهم أو ترددهم من التواصل العفوي مع شخص مكفوف. كانت خطوة كتير صغيرة، بس ببعض الأحيان أصبح هالسلام فرصة لبداية حديث، وهالأحاديث أعطتها فرصة لبدء صداقات ولتشعر براحة أكثر بالتحدث مع الآخرين. بعد 5 سنوات وصف أحد أصدقائها كصاحب ثقة بالنفس مذهلة. وإنت أي مجال بحياتك أو بنفسك بترغب تغيري؟ لمساندتك بهذا المشروع زور الملحق اللي بيحتوي على المراحل 4 للتعلم، واللي بتساعدنا على فهم وتقبل شعور الأحباط المرافق بأغلب الأحيان لمسيرة التعلم أي كفاءة جديدة. ختاما تذكري أن العقليات منا إلا معتقدات ممكن تغييرها من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط المناسبة. وهلأ بعد ما اكتسبت مفاتيح عقلية النمو، شو رأيي باكتشاف استراتيجية تطبيقية بأربع خطوات لمواجهة كل شيء عم بيأخرك عن تحقيق حلمك؟ لقينا بالفقرة التالية لتمرين تطبيقي فعال.